بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 15 لهذا الموسم، والذي اشتمل على 8 أشواط، وأقيم على كؤوس مركز البحرين للمجوهرات وكؤوس البورش برعاية بهبهاني للسيارات وكأس شركة شيفرون وكأس الشركة الأيرلندية لتسويق الخيول وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق. هذا وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كأس شيفرون من السيد خالد حجازي ممثل شركة شيفرون. كما تسلم سموه كأس الشركة الأيرلندية لتسويق خيول السباق من الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، بعد فوز الجوادين عبيان 1777 وبيوتشام بيجنال لستبلي كي اتش كي ريسنج بالمركز الأول في الشوطين الأول والثامن. فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كأس مركز البحرين للمجوهرات للشوط الخامس من السيد أحمد شيرازي المدير الإداري لمركز البحرين للمجوهرات، بعد فوز جواد سموه أليخاندرو بالمركز الأول في الشوط الخامس. كما قدم أحمد شيرازي كأس البورش للشوط السادس إلى المالك الفائز سلطان بن شريم، فيما قام السيد عباس شيرازي المدير الإداري لشركة بهبهاني للسيارات بتقديم كأس البورش للشوط الثالث إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، وكأس البورش للشوط الرابع إلى المضمر الفائز سامي سلوم. ثم قدم الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس النادي إلى المالك الفائز أحمد الصيرفي.